ويا مساء الخير، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم بسوي معاكم وصفه للسمك جدا لذيذه، اللي هي مقلوبه سمك. اول شيء بالقدر ضفت شويه رز، راح اضيف البصل، وبضيف السمك المقلي وبضيف ملعقة من البهارات ملعقة ملح وبضيف باقي الرز وأوزعه وآخر شيء على الوجه راح أضيف ملعقة بهارات والملح وزيت وبضيف موية تكون موية باردة ضفت الموية على مستوى الرز، يعني ما خليت الموية تطلع، وراح أغطيه وأخليه يطبخ على نار هادية تقريبا 40 دقيقة.